أحبط الجيش الوطني محاولة تقدم إلى مواقعه في جبهة صرواح غربية مأرب وسط غارات لطيران التحالف العربي. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل للحوثيين باتجاه جبهة الضيق بالمخدرة، وأضاف بأن طيران التحالف العربي شن غارات مكثفة واستهدف تجمعات ومواقع للميليشيا التي تستقدم تعزيزات كبيرة إلى صرواح منذ أسبوع. ولمزيد حول آخر التطورات، هناك انضم معنا مراسلنا من مأرب عمر المقرمي. عمر، يعني هناك غارات جوية مكثفة كما نرى للتحالف في صرواح، ما هي تفاصيل هذه الغارات؟ وكذلك أين وكم عدد الغارات وما هي النتائج في النهاية؟ نعم، في الآونة الأخيرة الحوثيون حشدوا بشكل كبير من مدينة أو من منطقة خولان أو من إصلاح عموم، يمرون عبر طريق خولان وفتحانة وصولا إلى منطقة صرواح حيث تدور الاشتباكات العنيفة هناك بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني. غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي أشنت على مواقع الحوثيين في هذه الجبهة، وقصفت هذه التعزيزات الواصلة من صنعاء إلى منطقة إلى جبهة صرواح. 8 غارات من مساء من فجر اليوم حتى هذه اللحظة، بحسب مصادر عسكرية كبيرة اليمن شباب قالت أن 8 غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على المواقع العسكرية الحوثية، وكذلك قصفت عربتين في منطقة المخدرة، وكذلك قصفت تعزيزات الحوثيين التي ترد أو التي تصل من محافظة صنعاء إلى خولان. المواجهات هناك لا تزال تدور بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني، معارك هي الأعنف تدور منذ بدء سريان الهدنة ودخولها حيز التنفيذ. الميليشيا الحوثي حاولت تصعد في أكثر من موقع وحاولت تقتحم مواقع الجيش الوطني، لكنها في الآونة الأخيرة بالفعل أحبط بصد ضربات الجيش الوطني. وتقدم الجيش الوطني على نحو يسير جدا في ميمنة الجبهة نحو موقع المهتدي، وهو موقع عسكري استراتيجي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، فالمواجهات لا تزال هناك قائمة على أشدها حتى هذه اللحظة. نعم، هل لديك معلومات حول خسائر الميليشيا خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن؟ عفوا لم أسمع السؤال. نعم، ماذا عن خسائر الميليشيا الحوثية حتى الآن؟ هل لديك معلومات عن الخسائر البشرية ربما والمادية لتلك الميليشيا خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن؟ نعم طبعا، هو يعني من البديهي وكما سرت العادة هناك تكتيم شديد وسط ميليشيا الحوثي بعدم الكشف عن خسائرها، لكن يعني لم يتسنى لنا معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء القتلى وكذلك الخسائر العسكرية، لكن بحسب المصادر العسكرية من وزارة الدفاع أكدت بأن مقتل الحوثيين منذ 3 أيام وحتى هذه اللحظة يزيد عن 30 قتيل، بينهم قيادات ميدانية آخرهم أحمد بدر الدين الحوثي، وهو استخدم مجاميع حوثية من صعدة ومن محافظة دمار، وبما يسمى المقاتلين العقائديين قتلوا في خلال 3 الأيام الأخيرة في جبهة صرواح على يد الضربات الجوية وكذلك تحت قصف مدفعي مكثف من قوات الجيش الوطني من معسكرات مأرب. نعم. هنا من معسكرات مأرب تقصف مواقع الحوثيين في جبهة صرواح. نعم، مراسلنا عمر المقرمي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك.